عاش ضايع على القد بتبلش من هاللحظة. لما أليسار بتعطي أوامر هون ما فينا نهرب منه. شو بدك تعملي لنا دقيقتين ونص بعد؟ المعروف إن الوقت بيركض، بس مين قال ما فينا نكون أسرع منه؟ يلا 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 بلشنا. أنا حيدر، بحب الدانس والجيمناستكس، بس قررت أتحدى الوقت مع صديق. ولا ثانية زيادة. ونشوف كم صورة مقدر ناخد اليوم للموهبة اللي معنا. تايمر ردي. خلال وقت محدد. 10 دقايق جاهزين. بي تايم بريكر. تحدى الوقت. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تايم بريكر تحدى الوقت. اليوم نحن بصغرتا عن شيب اب اكاديمي، لحوارنا الاكاديمي، واليوم انا اصور مع التلميذ الاكاديمي. مين معنا اليوم؟ جيسيكا. معنا جيسيكا. جيسيكا قد ايه لك تتعلمي؟ تقريبا 6 سنين. 6 سنين، وقد ايه عمرك؟ 15. كان جيسيكا عمرها 15 سنه ولا 6 سنين بتعلم جيمناستيك، يعني انا موعود بحركات واو. وحيكون معنا التايمر اليوم تيريزيا. تيريزيا معيرت لنا 10 دقائق على تليفونها. ومش حتعطينا وقت زيادة مثل العادة. ومستعدين انه نبلش. نحن جاهزين والتايمر ردي. 10 دقايق على القد بتبلش من هاللحظة. بلش. بلش الوقت. يلا خلينا نفوت نشوف شو بدنا نعمل. اوكي فايتين لجوا. دغري. عم تمشي عم بتكسر لجوا، عم بتكسر لجوا على ايديها، ما بدها شايفينها. قد ايه فيك تمشي على ايدك وقت؟ يعني فيك توصلي لعنا على البيت مثلا؟ هون الغرفة لشو بيستعملوها؟ جيمناستيك. شو بدك تعملي لنا هون؟ يلا. اوكي بعد مرة. يلا لما بدك. بسم الله عليك. خلينا نشوف خلينا نشوف. اوكي بدنا نعيدها بعد مرة. معلش. يلا. تمام. يلا وين بعدين وين بنروح؟ هون. هلا هي عم تعرفنا على الاكاديمي، نحن ما بنعرف صراحه هون اول مره بنجي. اوكي نكست. ايه هدول شو اسمهم؟ لشو بنستعملهم؟ لشو بنستعملهم؟ حسب الوقت. يلا. اوه لحظه خليك هيك. عيدي يلا. طلعي فيي هون. انا هون. تمام. بدك تعملي بوكسينج شيء؟ انا ما بدي اعمل بوكسينج. يلا نمشي. وين رايحة؟ وين؟ خبرينا شو في هون؟ في هون كمان؟ شوف عنا هون. بار. بدي اعزبك كيسان شيبس، انينة مي. شو بدك تعملي لنا هون؟ بدك تاكلي شيبس؟ اه بدك تاكل شيبس كمان. لحظة 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 ما هلا ما هلا بس قلك بس قلك بس قلك بس قلك بس قلك بس قلك. علي علي الكيس بالعيلة، علي بالعيلة، ايه بدك تلقطيهم. يلا. شو لقطتي شي وحدة؟ لقطتي؟ يلا. نكست. بتشيبس على الأرض بس. ما بيعرف. ليكو ما بلحق أعرف شو بدي أعمل، عم تعمل حركات لحالها هون. شو عملتي هلا هون؟ يلا. يلا.
بعد مره. اوكي نيكست. شو عندنا؟ طلع فيه طلع فيه طلع فيه. نيكست فتنا لجوا. هيدي الغرفه لشو بتستعملوها؟ دانس. هلا رح تتعرفوا على كل الكرو على الازاز وتشوفوا مين في معنا اليوم. لحظه يلا لما بدك. اوكي بعد مره. يلا تمام نيكست. خلص قاعدين محلنا نحن. شو بدك تعملي هون؟ يلا اوكي فيك تعديها بعد مره وحده بليز. قد ايه بعد معنا وقت؟ 5 دقائق. يلا اوكي تمام. خلصت الاكاديمي؟ لا بعد فيه؟ يلا وين بدنا نروح؟ شو بدنا نعمل هون؟ اول شيء عارفين هون لشو شو بنعمل؟ فتنس وكاراتيه وهيك، بس اكثر شيء فتنس. يلا بدك تعملي لنا شو هلا هيك؟ هون شو بدك تعملي؟ بدي اقول لهم هاي انتوا عم تعملي لي هيك؟ هاي اوكي يلا ايه لانك ما قلتي لي بدك تطلعي هيك. يعني انا هلا عم بقدر شو عم تعملي بس يلا تمام خلص ما تعيديها. بدي اعرفكم على حدا تكنت تفكر شو بدها تعمل. معنا اليسار هون. اليسار هي هون المانجر وصاحبة الاكاديمي والكوتش وكله بكله صح؟ صح. شو رايك باللي عملت لنا اياه هون لهلا؟ بطلة. شو بدها تعملنا بعد؟ يلا شو بتعمل؟ ماشي اوامر دغري دغري. يلا لا رجعي عيدي من هون بليز. رجعي عيديها. يلا اوكي تمام. بعد بتعيدي مرة؟ لا بعد عيديها عيديها مرة عيديها بعد مرة. يلا اوكي اوكي نيكست. لما اليسار بتعطي اوامر هون ما فينا نهرب منه. نلحقهم يلا يا ريزيا. قد ايه معنا وقت؟ دقيقتين ونص. دقيقتين ونص. شو بدك شو بدك تعملي لنا دقيقتين ونص بعد؟ ما في شيء؟ في؟ إذا ما في شيء بنقعد بنتساير. بس قولي لي شو بدك تعملي؟ اطلع جو. اوكي فرجينا كيف بس. كيف بدك تعمليها؟ هيك؟ اوكي دخلتها. جاهزة؟ لما بدي تبه. اوكي لحظة لحظة لحظة. يلا بعد مرة.
اوكي تمام. يلا بعدك تعمل هون شيء. يلا شو بدك تعملي؟ بالجو. يلا فرجينا قد ايه بعد معنا وقت؟ دقيقة ونص. يلا مليا مرة لشوفها. اوكي اوكي بعدنا نعملها. يلا زبطي زبطي مثل ما بدك. بعد معك شوية وقت. هلا يلا اوكي اخذك مرة من هون. جاهزة؟ لما بدك. يلا لحظة بشوف. يلا آخر مرة. خلص خلص الوقت. وقت 13 ثانية. يلا أوكي خلص الوقت. بعتقد بعد الآن خلص الوقت. كثير موهوبة وكثير تعبتي بس أنا تعبت عنك أكثر. يعني اسم الله عليكي ما مخلي أي شيء ما بتعرفي تعمليه. اليوم يمكن حصرنا شوي بمسافة صغيرة اللي هي الأكاديمي بس حبينا نعرفكم عليها، نعرفكم شو في هون. تعالوا تسجلوا عندهم، كل حدا هون من المنطقة دقوا لهم تسجلوا عندهم. شو بنقول لهم يعملوا لنا بالعادة؟ اليوتيوب. سبسكرايب لايك وكومنت. سبسكرايب ولايك وكومنت وشير. شير وانطرونا بحلقة جديدة الخميس الجاي من تايم بريكر. تشيل نقول بعد وعلموا إشارة الجرس لتوصلكم نوتيفيكيشنز. باي باي.